Hello everyone from wherever you are. I want to take this opportunity to once again welcome you back to the Gatekeepers channel. I'm your host at Dennis Keton. الراوي بيغيب لويس مارتن بيغيب كريم بضياف بيغيب محمد موسى بيغيب النعيم اللي تألق الماتش اللي فات كل دول بيغيبوا فرصة هدف أول هدف لا 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 هو 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 الهداف الكبير هو أولونجا يصدق على أول الأهداف وهو هدف رقم 14 هداف دوري أبطال آسيا الذي تم تكريمه من أيام قليلة هو هداف بطولة الدوري ويرفع رصيده الكيني الدولي الكبير أولونجا إلى الهدف رقم 14 حطها برجله الشمال بقوة بدقة ليتقدم فريق الدحيل 1-0 استلام مش مظبوط ضغط قوي ودي أولونجا مع مساعدة المعز يسجل ويصوب وبقوة يتقدم توبي مفيش محمد موسى مفيش بسام الراوي ادي الباص الامامي هذه المره بالعرض تبقى خطر بالعرض خطر بالعرض خطر نعم خطر 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 هو دائما مصدر الخطر أولونجا يسجل ثاني اهداف الدحيل وهدف رقم 15 بعد عمل تكتيكي رائع وبعد انكار للذات جميل وبعد جماعيه روعه من محمد علاء ينجح أولونجا المهاجم الكيني في تسجيل الهدف الثاني 2-0 للدحيل من فرجاني ساسي كانت البداية ومحمد علاء رسم شكل النهاية والنهاية جاءت بأقدام أولونجا حسب الميعاد بيلاقيها حسب الميعاد جينا ويلاقيها بالفعل ويسجل بكل بساطة وكل سهولة